السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات في كل مكان في أزمنة مختلفة من العالم. الآن إحنا بنشاهد آخر ساعات 2019، وليس فقط آخر أيام 2019. ومن حقكم علي إن أنا أقدم لكم كشف حساب كما قدمت لكم كشف حساب في العام الماضي. في العام الماضي في نفس اليوم هذا في 31 ديسمبر 2019 كان لي كلمتين بالإنجليزي: My account for 2018 وكشف حساب. هم موجودين على صفحة الفيسبوك اللي موجودة قدامكم دول بالانجليزي وبالعربي، دكتور دوت هاني البنا او هاني البنا. اللي عايز يشوف الكلام بتاع السنه اللي فاتت عشان يحاسبني عليه ويقارن بينه وبين السنه دي، اهلا وسهلا بيه او اهلا وسهلا بيه. الرساله بتاعتنا اليوم فيها ثلاث اهداف اساسيه. اول هدف، لابد اي فرد منا يعتلي منصه العمل المجتمعي والعمل العام ان يحاسب من قبل المجتمع. والمجتمع معناه ايه؟ معناه اي انسان في المجتمع لابد ان يسأل هذا المسؤول عما يفعل، لانه ممكن لكي يخدم المواطن، سواء كان هذا الانسان رئيس او وزير او ملك او رئيس جامعة او امير او شيخ الى اخره. ما اعطي هؤلاء هذه الصفات الا لان المجتمع قد منحهم هذه الصفات. لم يولد أحد منا لا رئيس ولا وزير ولا ملك، لكن المجتمع عملنا هكذا. وده فلذلك من حق أي إنسان أنه يسأل ويناقش ويحاسب ويشتكي كذلك للمسؤولين في داخل الدولة أو داخل المجتمعات. هذه الصورة الجميلة بتعبر عن أحد الزيارات اللي احنا قمنا بيها بالشراكة مع مؤسسة الإسلاميك هيلب أو العون أو التعاون الإسلامي في منطقة تانجا في تنزانيا، ومع الأخ اللي هو المدير المؤسسة هناك. انتوا زي ما بتشوفوا ان هو طبعا في اللي هو رجع الصورة، can you bring it back؟ ده اللي هو طبعا اللي هو اليوتيوب والانستجرام والتويتر والفيسبوك. دي عدد السفريات او عدد الايام اللي انا سافرتها في هذا العام، ودي عدد الدول اللي انا زرتها في العام هذا العام، ودي عدد الرحلات. انا قلت الهدف الاول ان انا احاسب، الهدف الثاني ان انا في السن ده قدرت اسافر السفريات كلها. انتم يا شباب في سنكم بتعملوا ايه؟ قاعدين محبطين، قاعدين والاسلاموفوبيا مدخلاكم في حواري ضلمه ومبهدلاكم، قاعدين تفكروا في انكم تتركوا ثقافتكم وتتركوا قيمكم وتتركوا دينكم، قاعدين كل هم اللي انتم بتعملوه انكم تسبوا في الدنيا وتسبوا في كذا وكذا 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 وكذا. ها، فبدل ان نقعد مقعدين عاطلين عن الفكر وعن وضع رؤية نستطيع من خلالها اننا نعمل عمل ولو كان بسيط. وده الفارق اللي في عمري الزمني او سني انا، اللي قد يكون قد سن اي واحد فيكم مرتين او ثلاث مرات. فده كشف الحساب اللي انا بقدمه عشان اقول لكم اعملوا احسن مني. انتم لابد عليكم أن تكونوا أحسن من هذا الذي يتحدث إليكم. ده الهدف الثاني. الهدف الثالث، عمرنا وأنا بقولها مرة واثنين وثلاثة، عمرنا ما نعيش بدون هدف وبدون رسالة وبدون مهمة وبدون دور نقوم به. حتى لو كان عمرنا 90 سنة، زي ما سيدنا أبو يوسف الأنصاري توفي على أبواب القسطنطينية في القرن الأول الهجري، كان عنده عدى 80 سنة او 90 سنة، كان بيحاول يحقق حلم
أو رؤية تحدث عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. أدي عدد الأيام وعدد الدول وعدد الرحلات. سحر أما نبص هنا هو دي الدول اللي أنا كنت بروحها، تلاقوها يعني في 29 زيارة. بعض الناس حيقولوا لي أنت ليه بتروح تركيا كتير؟ أقول لكم لأن تركيا فيها 4 أو 5 مليون لاجئ من سوريا ومن العراق ومن اليمن ومن ليبيا، لاجئين وناس يعني فارين من المواقع اللي فيها مصادمات. فلذلك الواحد بيروح هناك عشان كمية التدريب لعدد المؤسسات الاجتماعية والإنسانية اللي موجودة هناك كثيرة جدا، تعد 1000 ل2000 ما بين السوريين العراقيين اليمنيين للمصريين إلى آخره إلى آخره. فده هذا الأهداف من الأمر. طبعا في دول أخرى موجودة في أفريقيا، وحتلاقي أكتر دول أنا زرتها في هذا العام من أفريقيا. دي المناطق اللي احنا بنتكلم عنها واللي أنا زرتها. هتلاقي منطقة الشرق الأوسط اللي هي منطقة الشرق الأوسط اللي هي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتركيا برضك ترجع تاني. لكن زي ما أنا قلت أكتر منطقة أنا زرت عمل فيها زيارات هي منطقة أفريقيا اللي فيها كل أغلب الدول. أنا دلوقتي حاليا مهتم جدا بأفريقيا التي تسرق وتنهب وتجهل شعوبها وتنهب مقدراتها من دول عظمى كثيرة. لأن أفريقيا هي الأرض الخصبة، الأرض البكر، الأرض التي ممكن أن تغني دول تعتبر نفسها عظيمة لكنها لا تحترم حقوق الإنسان. لذلك أنا مهتم بأفريقيا، برأي اهتمام بأفريقيا يزداد منذ العام الماضي. لبعد كده دي بعض المدن اللي أنا زرتها في بريطانيا، وفي مدن كتيرة برضك. يعني حتى في مدن ده مثلا في كم 1 2 3 4 5 دول بعض المدن اللي زارت بخلال عام الماضي، لكن في مدن كتيرة مش موجودة معانا في مثل هذه الزيارات. وده في شهر يناير، يعني شفتوا ده بس في شهر يناير احنا كلمنا عنه، لكن بقى هنخش دلوقتي شهر بشهر شهر بشهر. فانا عايزكم يا شباب لما تتفرجوا على الفيديو ده واتفرجوا على الفيديو بتاع السنة اللي فاتت شوفوا الفرق من الاثنين، تحاسبوني. Can you bring it back please? More, another one. Another one. Another one. يعني هدفي في 2020 ان احنا كنا عملنا 145 يوم، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نستطيع ان نعمل في 2020 245 يوم. وال 18 دولة دي اتمنى انهم يكونوا 28 ل 30 دولة. وال 29 رحلة اتمنى انهم يكونوا 40 ل 50 رحلة. خلاص؟ خلاص؟ خلاص. Can we go back to where we were? February, okay. دي بعض الزيارات اللي حصلت في فبراير، اجتماعات مجلس ادارة، مؤتمرات الامم المتحدة، زيارات تركيا وعمل منظمات ورش عمل لكثير من الجمعيات اللي موجودة في تركيا. زي ما أنا قلت قبل كده في مجموعات نسائية للسوريات والعراقيين واليمنيين والليبيين والمصريين وكتير جدا، والصوماليين إلى آخره وكتير جدا. وحتى الجمعيات التركية كذلك اللي احنا بنعمل معها شراكات أيضا. ليه؟ لأن مناخ اللي هو الذي الموجود في تركيا بالنسبة للمجتمع المدني وبالنسبة للحريات التي يتمتع بها المجتمع المدني يسمح بنمو جمعيات مؤسسة من لاجئين وجمعيات مؤسسة من هم يعني اللي هم فارين من بلادهم بسبب الحروب وليسوا لاجئين، أو بسبب الأنظمة السياسية يعني هو بوليتيكال. فلذلك المناخ ده لما بتوفروا الدولة سواء كانت الدولة دي رئاستها كذا أو كذا، احنا ما ندخلش في سياسة الدولة نفسها، لما بيوجد هذا المناخ تلاقي اللي لاجئ نفسه بيأسس جمعية والنازح نفسه بيأسس جمعية وكل الأجانب بيأسسوا جمعيات هناك تستطيع أنها تتلقى الأموال من المانحين، سواء كان المانحين دول من الدول
العربية أو الدول الإسلامية أو الأفراد أو حتى من الحكومة اللي هي بتحتضن مثل هذه الجمعيات. فهنا الفارق الكبير إن اللي بيأسس الجمعيات دي اللي احنا كنا بنشتغل معاها هم الأجانب الذين ليس لهم جنسية تركية. ليه؟ لأن المناخ اللي موجود هناك بيسمح بتأسيس مثل هذه الجمعيات حتى من اللاجئين والنازحين والفارين بدينهم وعقيدتهم وسياستهم من دولهم الأم. أوكي؟ يا نيكست بليز. في شهر مارس برضك كان في برنامج تدريبي مع رعاية المرأة، كنا بندرب حوالي 25 امرأة على أنهم يكونوا قادرين على أنهم يطلعوا رائدات يدخلوا إلى المجتمع الدولي في النقاشات المجتمعية والنقاشات الإنسانية والنقاشات السياسية وكل هذه الأشياء. وكان هو شراكة ما بين مؤسسة المرأة هناك وكذا مؤسسة أخرى، فلذلك كنا احنا بنهتم في جزء. ليه؟ لأن المرأة مهمشة في المجتمع العربي وكثير جدا من المجتمعات الإسلامية، خاصة في التركيبة المجتمعية الهرمية للمؤسسات اللي هي اللي بتعمل داخل المجتمعات العربية وداخل المجتمعات الإسلامية. بعد كده هو يعني ورش عمل لفض النزاعات برضك في تركيا. ليه ده مشاريع بعد؟ لماذا بعد النزاعات؟ بالنسبة للقضية السورية أو القضية العراقية إلى آخره، وباشتراكة مع اتحاد النظامات السوري إلى آخره. يعني ورش العمل اللي كان بتعمل دي كلها ليه؟ لأن في هناك مناخ يسمح بعمل ورشة عمل، مناخ يسمح بإقامة مؤتمرات، مناخ يسمح بتدريب اللاجئين وليس فقط اللي هم أبناء الوطن. Next please. دي أيضا في زيارات أخرى لدول لها وجهة مختلفة، وطبعا هناك علاقتنا كبيرة جدا مع اللي هو معهد الدراسات العليا للنزاعات اللي احنا دايما كنا بنروح هناك، اللي هو بيترأسه اللي هو النائب الفلسطيني السابق اللي هو كان في الكنيسة الإسرائيلي، أنا بس اسمه مش جاي على مخي دلوقتي، يعني بيترأسه. فبتعمل فبنتعامل مع الشباب اللي جايين من دول مختلفة عربية مختلفة عشان ياخدوا رسالة الماجستير هناك في هذا المكان. في مايو اجتماع مجلس الإدارة في الكويت، أذربيجان إلى آخره، جنوب أفريقيا، ودي من أجمل الزيارات اللي احنا عملناها بالشراكة مع مؤسسة اسمها مؤسسة إمداد اللي هي الرئاسة بتاعتها موجودة في جنوب أفريقيا في دربن، وليها مكتب أيضا عندنا هنا هو في بريطانيا في حتة اسمها بلاكبيرن. وكانت زيارة جميلة جدا لمدة تقريبا أسبوعين ما بين جنوب أفريقيا وموزمبيق وملاوي علشان نرى آثار الإعصار الذي ضرب موزمبيق وضرب زيمبابوي وضرب ملاوي في نفس الوقت، علشان نشوف مدى تأثر أبناء هذه الأماكن بهذا الإعصار وماذا فعلت مؤسسة إمداد لكي تستجيب لمثل هذا الإعصار. ثم بعد كده زرنا جنوب أفريقيا في مدن اثنين اللي هي كيب تاون كذلك وجوهانسبرغ لكي نتحدث إلى المجتمع الذي يعيش في جنوب أفريقيا عن رسالة العمل الإنساني ورسالة الشراكة وبناء القدرات وبناء البثور ما بين المؤسسات الإسلامية والمؤسسات غير الإسلامية. كينيا كانت زيارة جميلة جدا جدا مع متطوعين من كندا، وكان حوالي 15 متطوع منهم المسلم ومنهم الغير مسلم، وزرنا فيها نيروبي كذلك، وزرنا فيها مومباسا، وزرنا فيها كليفي كذلك في كينيا علشان نطلع على المشاريع اللي بتقوم بها مؤسسة الإغاثة الإسلامية هناك من أجل تمكين المجتمع المحلي في الأمور التعليمية وبناء القدرات، وكذلك اللي هو
اللي هو المايكرو فاينانس، اللي هو ريزيلينس، اللي هو بنسميه ايه، تمكين المواطن من اجل الكسب ومن اجل العيش، العيش الكريم. وطبعا الموضوع ده من اهم المواضيع اللي بنتكلم عنها، اللي هو كيف نفعل المتطوعين ونجعلهم قادرين على انهم يحدثوا التغيير المجتمعي حينما يقومون بهذه الزيارات، ثم بعد ذلك يرجعون للمجتمعات فيكونوا سفراء لهؤلاء الفقراء. تبعت هذه الزيارة زيارة للصومال ايضا، زرنا فيها كذا مدينة هناك، منها مقديشيو ومنها مدن اخرى، مع مؤسسة العون الاسلامي اللي هي بالانجليزي اسمها مسلم ايد. ورتبنا ورشة هناك تتحدث عن دور المجتمع المدني المحلي في تمكين هذا المجتمع المدني المحلي، مع مؤسسة الدولية للمؤسسات هناك الصومالية اللي هي فيها Global Humanitarian Consortium، اللي هو Global Humanitarian Consortium INGO Consortium، اللي هي تعتبر مؤسسات الدولية، 90 مؤسسة موجودة هناك في نيروبي، لكن عملوا معنا الشراكة في الصومال في هذا الوقت. فما بنتكلم عن هذه الأشياء، ناس كتير جدا بيقول لك انت رايح رايح الصومال، لأن الصومال محتاجة. رحت الصومال وكان برضك في نفس الوقت يعني بعد كينيا، وما متش، ما اتقتلتش، ما اتفجرتش فيا قنبلة. فليه انتوا بتخافوا؟ الأعمار بيد الله، والموت سيلحقنا إما كنا في أحضان أبنائنا وزوجاتنا ومجتمعاتنا، أو كنا في المناطق اللي فيها الصراعات. وطبعا الرسالة هنا في الصومال كانت شيء واضح جدا بالنسبة لي، خاصة للتسحر وللجفاف والتغير المناخي، إن احنا عايزين لا نجعل حفر الآبار هو الأولوية دلوقتي، بل نجعل اللي هو عمل خزانات المياه وعمل بناء السدود، سواء سدود رملية ها أو سدود موسمية أو سدود دائمة، هو الأساس. فلذلك لأن هذه المشاريع تتكلف ملايين الدولارات، فلابد أن يحدث تعاون وتشارك وتواصل بين الجمعيات الخيرية هناك، سواء كانت هي دولية أو محلية إن أردنا، لأن كل سنة في الصومال وفي جيبوتي وفي كينيا وفي السودان وفي ايه تاني يا ربي، كل المناطق دي كلها وغيرها بتنزل فيها سيول مدمرة، لكن كل المياه بتهدر وتذهب للمحيط او للبحر. ليه؟ لان احنا غير قادرين على استيعاب تخزين مثل هذه المياه، اما في خزانات مفتوحة او خزانات مقفولة للمياه او بناء سدود لها. في شهر يوليا نيكست بوزنيا في شهر يوليو أردن رحت البوسنة لمدة أسبوعين أو 10 أيام، وكان برضك مع مجموعة أخرى من المتطوعين من كندا، من إسلامك ليف في كندا. وكان أجمل ما في هذه الموضوعة إن المجموعة إن فيها كان فيها بنات صغار السن عندهم 14 و15 سنة، كانوا هم يعتبروا الوقود المحرك لفعالية مثل هذه المجموعة. وقضينا هناك وقت مع الأيتام الأطفال علشان نحسسهم إن هم أبنائنا وان هم بناتنا وان هم اشقائنا في كل شيء، وكمان علشان نتذكر المذبحة التي حدثت ما بين 9 ل 11 يوليا في مدينة سربنيتسا، واللي كان سببها المباشر الاول هو انسحاب قوات الحفظ السلام الأممية الهولندية من هناك، وتسليم هذه المدن الى عصابات إرهابية لا تمثل الشعب الصربي، لكن تمثل مجموعة من الإرهابيين، كلهم حكموا في محكمة العدل الدولية، منهم من قضى نحبه ومنهم من سجن إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وفي هذه 3 أيام في 1995 قتل ما لا يقل عن 11,000 رجل وشاب، كان كل من في المدينة يهرب يقتل، إما في الغابات أو إما في داخل المعسكرات لما حبسوهم فيها. وإلى الآن وجدوا رفات ما يقرب من 9,000 شخص، حتى ان احدهم كان رفات جسده موجودة في 7 اماكن مختلفة لكي تضيع
القضية بتاعت مذبحة سربنيتشا التي لا تقل أبدا عن محارق اليهود في الحرب العالمية الثانية التي قام بها النازيين. شهر أغسطس رجعنا بردك لأفريقيا. أنا بقول لكم أنا عملت أولويتي إن شاء الله الحمد لله من آخر 17/2017 لأفريقيا مع مؤسسة اسمها المؤسسة الناجرية للحفاظ على البيئة. كانت ورشة عمل لمدة يومين علشان نتكلم عن اللي هو دور التغير المناخي ودور المجتمع في محاربة التغير المناخي وتمكين المجتمع لكي يحارب التغير المناخي. ودي كانت في مدينة أبوجا اللي هي العاصمة السياسية في نيجيريا. وبعد كده اتجهنا لمدينة اسمها سوكوتو اللي هي فيها سلطان المسلمين اللي احنا تقابلنا معه اللي هو يعتبر زي الشخصية الدينية العليا للمسلمين في نيجيريا. وبعد كده ذهبنا إلى منطقة اللي هي مدينة لاغوس اللي هي العاصمة الاقتصادية حاليا. وأنا أقول ما وجدته في ورشة العمل لمدة يومين هناك مستوى عالي جدا وكفاءة عالية جدا لا تقل أبدا عن أي مسؤول يعمل في العمل الإنساني أو الاجتماعي سواء كان في أوروبا أو أمريكا في لندن في باريس في روما في نيويورك في ستوكهولم في أي حتة. لكن وللأسف لم يأخذوا دورهم في قيادة المجتمعات الدولية الإنسانية أو المؤسسات الدولية الإنسانية. رجعنا من نيجيريا في سبتمبر في أغسطس إلى تشاد. وطبعا تشاد هي من أغنى الدول الأفريقية في كل شيء، فهي في نادي البترول وهي كذلك عندها يورانيوم وهي كذلك عندها كوبالت وهي كذلك عندها ذهب وعندها أنهار وعندها بحيرات وعندها أراضي زراعية بسم الله ما شاء الله يا كما حدث ولا حرج. وفي نفس الوقت عندها ثروة حيوانية لا تقل عن 300 مليون رأس ما بين البقر وبين الغنم وبين الماعز وبين الجمال إلى آخره. لكنها لماذا هي أفقر دولة من أفقر الدول؟ لأن في هناك نظام وضع يفسد الشعب لكي تسرق مخدراته. وده اللي حاصل مش فقط في تشاد لكن في دول كثيرة في أفريقيا. نهب مخدرات هذه الدول هذه الشعوب من دول عظمى تستطيع أن تتكلم عن الحرية وعن الإخاء وعن المساواة وعن 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 وعن، لكن كل هذا فنكوش وكذب ونفاق ورياء. عملنا فيها 4 ورش عمل، ورشتين عمل مع المركز الدراسات العربية والأفريقية ورشة أخرى مع قطر الخيرية جمعية قطر الخيرية ورشة ثالثة مع اللي هو جمعية العون المباشر من الكويت. ثم بعد كده ذهبنا لقطر أيضا في منظمات شريكة مع بعض الدوحة بردك للدراسات وعملنا محاضرات كثيرة جدا مع 3 أو 4 جامعات هناك مع الشباب الصغير ومع متطوعين آخرين. في شهر أكتوبر كان عندنا الحلم الكبير بنحاول نحققه، لكن قبل ما نحقق الحلم الكبير كنا احنا لنا زيارة في اسكتلندا يعني عادي يعني من الداخل في أبردين. لكن كان في عندنا أمرين، لقاء مع اتحاد اللي هو الأيتام رعاية الأيتام، طبعا دي مؤسسة أيضا جديدة يعملها ناس من اللاجئين زي ما أنا قلت قبل كده في تركيا، وعملوا اتحاد وليه مجلس إدارة محلي ويعمل ويتلقى التبرعات من آخر علشان التصدي لمشكلة الأيتام داخل تركيا وداخل المجتمع السوري وخارج هذه المجتمعات أيضا. وبعد كده هو كان حملنا كبير اللي هو عمل اللي هو المؤتمر الثاني للمنتدى الإنساني بنسميه واف WHAF واللي حضر قرابة 500 مشارك من 60 دولة أو أكثر أو من أكثر من 160 جمعية. في شركائنا فيه كان الهلال الأحمر التركي وكان معهد التدريب في الجزيرة وكان كذلك الإغاثة الإسلامية وقطر الخيرية وبيني أبيل وهيومن أبيل ومؤسسات كثيرة يعني شحذت همتها لكي نستطيع أن نخرج مثل هذا اللقاء الرائع
في هذا المكان، ونحن ليس لنا مكتب في داخل تركيا، ولكن استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الشراكات الجيدة اللي عملناها مع شركائنا أن نحقق النجاح في هذا المكان. بعدها على طول رحنا لتنزانيا مرة تانية، اللي كانت لأول مرة أزور تنزانيا، فرحنا فيها لتانجا اللي هي موجودة في تنزانيا مع إسلامك هيلب مرة أخرى، زي ما أنا اتكلمت في الأول خالص على مدير إسلامك هيلب. وبعدين رحنا لزنزبار اللي هي كانت معقل للمسلمين في الماضي، واللي عدد المسلمين فيها أكثر من 95% هناك، واللي كان فيها تجارة العبيد وشحن العبيد لشرق أفريقيا أو لبعض أو لأوروبا أو إلى أماكن مختلفة، وكان فيها سوق العبيد، وكان فيها حاجة اسمها جزيرة العبيد أيضا كذلك. وبعدين رحنا بعد كده هو دار السلام، وفعلا هي دار السلام مدينة آمنة، وصدق من سماها دار السلام. فكانت مع مجموعة أيضا من المتطوعين من أبناء الإسلاميك هيلب اللي جم علشان ينفذوا المشاريع بأيديهم ويتفاعلوا مع المجتمعات المحلية المحتاجة. من بعدها ذهبنا لكاميرون علشان نعمل ورشة عمل عن دور المجتمع المحلي وكيف نفعل المجتمع المحلي. باردك كان مع الإسلاميك هيلب في ياوندي، ياوندي ولا ديوالا، في ديوالا اللي هي العاصمة في ياوندي اللي هي العاصمة الرسمية. والحمد لله حضرها حوالي 27 جمعية، وكان يمكن 10 منهم جمعيات غير مسلمة. ده كان في الكاميرون من الزيارات الميدانية اللي الإنسان يعتز بها تماما في هذا الشهر. في شهر نوفمبر رجعنا مرة أخرى لجنوب أفريقيا علشان أمرين. الأمر الأول اللي هو أننا نزور نعمل ورشة عمل ما بعد مؤتمر الكبير اللي احنا عملناه في تركيا في 15 أكتوبر، والأمر الثاني هو الاحتفال ب 15 سنة على تأسيس الإغاثة في جنوب أفريقيا. وكانت أجمل ما وجدناه في جنوب أفريقيا هو دور المتطوعين الشباب في تنظيم كل هذه الفعاليات. بسم الله ما شاء الله على الشباب الجامعات وشباب المدارس الثانوية الذين استطاعوا أن يقيموا مثل هذه المؤتمرات ومثل هذه الورش ومثل هذه الاحتفاليات. رجعنا بعد كده لتركيا في نوفمبر، كان في مبادرة جديدة جدا للجمعيات اليمنية اللي خارج اليمن الإنسانية اللي بتحاول تجمع الشتات اليمنيين من أمريكا ومن كندا ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن إيه تاني يا ربي، فرنسا ومن السعودية ومن دول أخرى، علشان يبتدوا يحاولوا يضعوا رؤية لكيف نساعد الشعب اليمني الممتحن الذي يعاني من هذه الحرب الظالمة، ها يقتلونه بيد ثم يطعمونه باليد الأخرى. فكان هذا اللقاء لمدة يومين في نوفمبر أيضا. بعد هذا في شهر نوفمبر اتجهنا في آخر نوفمبر إلى شمال أوروبا أو شمال العالم اللي هو السويد. كان ده بدعوة أيضا جميلة من إخواننا في الأريتريين. قضية أريتريا قضية منسية، أكثر من نص مليون لاجئ أريتري موجود في السودان لا يتحدث عنه أحد، في السودان يتحدث عنه أحد، في جيبوتي، في اليمن، وحتى في إثيوبيا. غابت القضية لأنها ليست ذات قيمة للمانح الدولي أو حتى المانح العربي أو حتى المانح الإسلامي. وإحنا نشكر الدول المضيفة لهؤلاء، لكن هؤلاء يحتضرون ببطء لأنهم لا يوجد من يدعمهم في هذه الأماكن. فلذلك كانت الدعوة هناك من إحدى الجمعيات التي لا أصل لأريتري، لكي نجلس مع الشباب. والحمد لله عملنا 4 أو 5 محاضرات مع الشباب ورش عمل أيضا هناك. ده بالنسبة للسويد. بعد كده هو سويسرا خدت النصيب الأكبر في شهر ديسمبر، فكان أول لقاء في 5 ديسمبر مع الأمم المتحدة في لقاء خاص علشان رسالة معينة للموظفين الأمم المتحدة، أنكم أجراء عند الفقراء مهما كنتم، من كان يدفع المال لكم، نحن كلنا أجراء للفقراء.
ولابد علينا ان نخرج من بروجنا العاجز، سواء كنا في مؤسسات اسلاميه كبيره او كنا رؤساء مثل هذه المؤسسات العربيه او اسلاميه او اميه او غربيه. الذي يعطينا المال ويمنح المال هو الفقير، هو الفقير، هو الفقير. ثم بعد ذلك رحت للكويت، وبعدين جيت من الكويت نزلت على قطر، ايضا تقابلت مع جمعيات كثيره هناك علشان نشوف مستقبل العمل في هذا المكان، ورجعت مره اخرى لسويسرا لاحضر اجتماعين. الاجتماع الاول اللي هو بتاع اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصليب الاحمر والهلال الاحمر، او الصليب الاحمر والهلال الاحمر اللي هو والاجتماع الثاني كان بتاع 17 18 ديسمبر، كان بتاع منتدى اللاجئين الدولي في جنيف، مفوضيه شؤون اللاجئين. والمؤتمر ده كان تحت رعايه 5 دول، لو حصل من 17 من 16 ل 18 او من 15 ل 18، 5 دول. الدوله الاولى واخد بالك اللي هي تركيا وسويسرا وكوستاريكا والمانيا وباكستان. كان موجود في المؤتمر الرئيس التركي ورئيس وزراء ورئيس كوستاريكا ورئيس سويسرا، سويسرا، وبعدين رئيس وزراء باكستان ومسؤول كبير من في 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 الحكومه الامنيه، ثم رئيس وزراء الصومال. رسالتي لهؤلاء الناس جميعا كرؤساء وكذا 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 وكذا، لا تسمحوا للمعتدي ان يطعم المعتدى عليه، لا تسمحوا للمعتدي ان يأوي من كان يقتله بالطيارات او بالدبابات او بالاسلحه. فلا بد ان نخرج من منظومه النفاق التي تصفق للمعتدين الذين هم اعضاء في الامم المتحده حينما يطعمون من ارادوا قتلهم ومن شردوهم ومن جعلهم من النازحين. اخر زياره ليا حصلت كانت في 21 ديسمبر في مدينه ايرلندا في دبلن، مع مجموعه من الشباب الصغير اللي هو اردنا من خلالهم الجمعيات الاسلاميه الموجوده في الجامعات في ايرلندا نجمع بعض الاموال للايتام في كل مكان في العالم. وكان التارجت او الهدف ان نجمع حوالي 20 ل 25 الف يورو، لكن بسم الله ما شاء الله هؤلاء الشباب الصغار اللي هم عندهم 18 سنه او 19 سنه او 20 سنه او 21 سنه استطاعوا انه يكسروا كل الارقام القياسيه، وبدل ما يجمع 20 او 25 الف يورو جمع 56 الف يورو من اجل اليتيم، من شباب ما زال هو طالب في الجامعه. وحينما تحدثنا سويا عن احلامهم وامالهم في المستقبل كانت الامال عريضه، لكن كان هناك في رؤى واضحه لبعض الشباب من ليبيا ومن العراق ومن نيجيريا ومن مصر ومن باكستان ومن بنجلاديش الى اخره الى اخره الى اخره، محددين الاهداف بتاعتهم. وانا سعيد جدا في اخر لقاء اجتماعي عملناه في ايرلندا في دبلن في هذا الوقت. ليه؟ لان انا رجعت من هذا اللقاء ها برغم كان لقاء يعني صعب عليا جدا في 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 السفر وفي الجو اللي هو المناخ وفي اللي هو الـ 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 الوقت اللي انا رحت فيه، لكن رجعت متحمس جدا جدا. ليه؟ لان كنت معكم ايها الشباب. اختم اليوم واقول هذا كشف حسابي امامكم، ومن حقكم انكم تسالوني في كل شيء، ومن حقكم ايضا ان تسالوا اي شخص يعتلي منصة العمل الاجتماعي او العمل العام في كل شيء، فهو ما هو او هي ما هي الا خادمة او خادم عندكم، والعكس ليس صحيح. انتم اصحاب القرار وانتم اصحاب السلطة وانتم اصحاب السلطان. اتمنى انكم تقارنوا بين الرحلة دي او السنة دي 2019 واللي هم المحاضرتين بتوع السنة اللي فاتت الموجودين على صفحة الفيسبوك هاني البنا ودكتور هاني البنا بالانجليزي، وتقولوا لو في اقتراحات تانية نعملها علشان احنا عايزين نبدا 2020 واحنا متحمسين لوجود حلول واضحه المعالم لمشاكل عميقه الجذور، وسكون قادرين عليها. والنداء الاخير، لا تيأسوا ابدا ولا تجعلون احدا يحبطكم او يدخلكم في نفق الاسلاموفوبيا
ويخليه ويحولكم من شباب فاعلين أقوياء واعدين عاملين مخلصين إلى أصحاب مخدرات، إلى أصحاب دعارة، إلى أصحاب فكر تطرفي أو إرهابي أو نزاعات أو إلى آخره. اخرجوا من الخن أو الحارات الضيقة التي يدعكم فيها أعداء الإنسانية، أعداء الإنسانية، أعداء الإنسانية. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.